واحد القصة وقعت لي هذا الصباح، قصة غريبة الخيوط ديالها متشابكة ولكن فيها واحد الرسالة قوية من الله عز وجل، بغيت نشاركها معكم حبيباتي الغاليات. أهلا بكنا من جديد. هاد الليلة نعس بحال كل ليالي، سبحان الله مع الربعة الصباح طار لي النعاس. أنا متعودة ما كيطرليش نعاس في ذاك الوقت، ولكن هاد الليلة بدات طار لي النعاس. عييت نغمض عيني ونحلها، والو ما بغاش النعاس يجي. ديك الساعة نط مشيت للصالون، هذاك الصالون كيطل على واحد الواجهة، وهذاك الواجهة كانت واحد الكلبة حشاكم، هذاك الكلبة كانت كتنبح، جات حتى لحدا دارنا وبقات كتنبح ما بغاش تسكت. فاش كنت نعسة ما كنتش كنسمع النبح ديالها، ولكن فاش مشيت للصالون سمعته بواحد القوة، وقلت هادي راه غتفيق الجيران. حدي بديت تنشوف قدامي هي غتسكت، هذا ما سكتاتش، طليت عليها قلت اش 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 ثلاثة المرات وتقول واش عاوداتها، سكتات ومشات وتنشوفها هكا غادا البلاصة. انا ما سحبنيش راه شي حاجة تما، المهم راه غنعاود لكم القصة ديال هاد الكلبة. صافي انا قلت انا صافي غير كانت كتنبح، صافي راها مشات ماشي مشكل. الصباح شنو غنلقاو؟ خرجت انا ولدي باش نتمشاو شي شوية، نشمو شوية الهواء ونديرو شوية لامارش، وحنا راجعين وحنا نلقاو واحد جوج كليبات صغار في الشانطي الاخر. اول ما شفنا هذيك الكليبات شنو قلت ولدي؟ قلت له هاد الكلاب بجوج ربما يكون شي واحد عنده شي كلبه حشاكم ولدات له وعنده بزاف منهم، جا حط هادو بعاد في واحد بلاصه سكنيه. قلت له شنو غنديروا؟ خليهم تما غنبقاو نعطيهم الماكله وداك الشيء ونديرهم شي كريطينه خليهم يعيشوا تما. رجعنا للدار، دخلنا للدار انا ولدي غنمشي نصيب الفطور. شويه وانا تفكرت الكلبه ديال ربعه الصباح، هاد ولادها، هذاك الشيء علاش كتنبح، هاد ولادها. مشيت نجري عند ولدي قلت له عتق جري، هاد ولاد هما ولاد الكلبه اللي كانت كتنبح. واحد الكلبه قال لي شنو وقع؟ قلت واحد الكلبه كانت كتنبح مع ربعه الصباح ما بغاش تسكت، حتى قلت لها انا سكتي بحال جات شكا، بحال قالت ولادي ما عنديش ولادي سرقوا لي ولادي، ما كاينش ولادي، جيبوا لي ولادي. قلت له عتق يلا نجريو نمشيو نهزوا لها ولادها ونردوهم ليها، كان عندي واحد الاحساس كبير ان هي امهم. مشينا تنجريو هزينا ديك الكليبات، مشينا كنقلبوا عليهم، كنقلبوا على الام ديالهم، فين ما شفنا شي كلب ولا شي كلبه كنحطوا له هذاك الوليد اللي هزيناه، محطيناه مثلا حدا هذا راه كليب حطيناه حداه، والو ما بغاش يديها فيه. اول كلب صدفناه قلت صافي هذه هي امه، وطلبت من ولدي يحط هذاك الكليب الصغير حدا ميمته، ولاني الصدمه هي ان الكلب ما صدقش الام ديالو. واللي صدمني اكثر هو الكليب الصغير هرب من هذا الكلب هذا، وحتى الكلب الكبير حتى هو هرب، كان الكلب الكبير تيقول هذا ماشي ولدي بعدو مني، والكلب الصغير كانه كيقول لا هذا ماشي امي ورجع عندنا. كاين واحد المثل كيقول اللي عنده شي ربيه، وهذا الكلب طبق علينا هذا المثل، قال لينا اللي عنده شي ربيه هذا ماشي ولدي ومشى وخلانا. بقينا كنقلبوا على الام الحقيقيه ديال هذا الكليب، ما خلينا فين قلبنا، اجرينا من هنا اجرينا من لهي، فيما شفنا شي كليبات نمشيو عندهم، فيما شفنا شي كليب صغير نمشيو عنده، حتى وصلنا لهاد البلاصه. هاد البلاصه سبحان الله العظيم غير حطينا الكليب وهو جات واحد الرعشه غريبه، رعشه هكا بدا تيترعد سبحان الله. هاد الكريطينات هادو عقل عليهم الكليب الصغير بدا كيترعد شويه، هو جا خوه الصغير حتى هو بحالو جا عنده، يا سبحان الله تلاقاو، يا سبحان الله تيتباوسو وكيتسالمو، يا ميمتي يا الحبيبه سبحان الله، شو سبحان الله على منظر حلاقهم كان مختفي وجا سبحان الله يا رب. شو الفرحه ديالو، شو كيدير شو الديل ديالو كيدير، شو كيتعانقو يا ربي سبحان الله، ياك هادو هي كليبات صغار، شو على احساس سبحان الله. القى بليصو ولقى خوتو، ربما مو هي غتمشي كتقلب لهم على الماكله مسكينه وغتجي عندهم. شوفوا الام اللي كانت كتبكي مع ربعه الصباح كتنبح وكتقول ولادي، وقال لينا الوليد الثاني خاصنا نجيبوه وغنرجعو نجيبوه ليهم. الصدمه الكبيره هي فاش رجع ولدي يجيب لهم خوهم الثاني اللي بقى في الحومه، ما لقاهش. قلبنا الحومه ديالنا اطرف بطرف، جرده بجرده، قنت بقنت، وتقول واش لقيناه. مشينا الحومات الاخرين وتقول واش لقيناه. صدمه كبيره، فين مشى هذا؟ فين اختفى؟ فين زاد؟ ولدي غضب 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 غضب، قال لك علاش ما زربناش عليهم بالزربه ورديناهم لامهم بالزربه؟ قلت له ما يمكنش نجمعوهم في كرتونه وحده، وهذا الشيء اللي عطى الله. المهم طلعنا باش نفطروا شويه وانا تنسمع واحد النبيح صغير
دازت واحد الوقيته نقولوا كاع ديال نص ساعه، لقينا واحد تنبح صغيور، واحد نبيحه صغيوره. مشيت طليت لقيته هو واجري واجري، رجع رجع. يا حليبني رجع رجع رجع، هنشوف هنشوف. والحبيبه تمشي عند ماماك، لا تمشي عند ماماك. ويني ويتو 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 حبيبي، غيمشي عند خوه ماما، ما تخافش. وينو وينو، هز هز يلا بسم الله. سير. نعم سير. لا ما ديال ما ديالناش، غير لقيناه ولقيناه هو وخوه. دابا غادي نديو عند ماما. ماما كاينه في كاينه في الساحه. الساحه ايتو زين. حبيباتي الغاليات، هاد الكلبة أعطتني درس مهم في الحياة، ألا وهو الأخذ بالأسباب. هاد الكلبة بالرغم أنها حيوان خضات بالأسباب، وأنا متأكدة أن فاش مشاو لها ولادها، سواء نهزوهم وليدات صغار ولحوهم في جهة أخرى، سواء نهزوهم لوحدين كبار، مهم مشاو ولادها. أنا دابا كنتخيلها الليل كامل وهي مسكينة كتقلب عليهم، غتحماق. ومع الربعة الصباح بقات تنبح وتنبح وتنبح وتنبح، وخضات بالأسباب، ولهمها ربي سبحانه أنها نبح دابا بدارنا. الدرس اللي خديتو هو إلا كان الإنسان عنده أمنية كيف ما كان نوعها، سواء عمل، سواء بالنسبة للبنت الزوج الصالح، بالنسبة للمرأة الولد الصالح اللي مقطوعة لها الدورة الشهرية، تنزيل الدورة الشهرية، اللي بغات تخدم أي حاجة، سيارة، دار، فيلا، لباس، مركز مال، أي حاجة، خاصة تعتمد على جوج حوايج. الحاجة الأولى هو تقصد باب الله، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. الحاجة الثانية والأخذ بالأسباب. إذا أنت يا حبيبتي إلا بغيتي تزوج صالح، خذي بالأسباب ودعي الله هو الأول، عاد خذي بالأسباب. إلا بغيتي نزول الدورة الشهرية، دعي الله وخذي بالأسباب. إلا كان مثلا الولد الصالح، دعي الله وخذي بالأسباب. إلا كان العمل أي حاجة في الحياة، دعي الله وخذي بالأسباب. هذا هو الدرس اللي عطاتو ليا هاد الكلبة سبحان الله. وانتم حبيباتي الغاليات، شوفوا السيد غادي يذهب للماكلة وباش ترضع وليداتها، وربي سبحانه وتعالى هو الرزاق. حبيباتي الغاليات، كتمنى من الله يربي لكم كل ما تمنيتوا في خاطركم، وابقى لي اقول لكم خليتكم الراحة، وبسلام عليكم.